مناقب وأي مناقب تجري على النفس جري الماء في العود كأنها بسمات الخرد الغيد. يفهم القلب معانيها بلا حرف وكتب ويعيها غير محتاج إلى ضم ونصب. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله إني لأحسب علم عمر لو وضع في كفة الميزان ووضع سائر أحياء أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر، ولمجلس أجلسه معه أوثق عندي من عمل سنة. إنه البحر الذي قد حاز ما لم يحز بحر ولم يبلغ مداه، وعمر عمر. فمع كونه يحكم دولة تعادل 16 دولة من دول عالمنا المعاصر، قد كان في الزهد وفي التواضع مضرب أمثال لكل سامع أعرض عن كل ما لا ينفع في الآخرة، يحيا مع الناس ببدنه ولبه في الآخرة، وحال حاله كفى كفى، إن الغنى بربنا هو الغنى. يقول طلحة رضي الله عنه: ما كان عمر بأولنا إسلاما ولا بأقدمنا هجرة، لكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة، لاهن عن الدنيا وزخرفها وعن إعزاز دين الله يوما ما لها. إنه زهد جاء إثر عظة مرت به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشها بنفسه ورآها بعينه وعبر عنها بقوله: ولقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما عنده من الدقل ما يملأ بطنه. ولذا دخل يوما على ابنته حفصة فقدمت له مرقا باردا وصبت فيه زيتا، فقال: إدامان في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله عز وجل. وينهى عن نخل الدقيق ويقول: إن السمراء لا تنخل. يقول مولاه: والله ما نخلت لعمر دقيقا قط إلا وأنا عاص الله. ولما حصل غلاء للطعام في المدينة جعل يأكل الشعير خشنا فاستنكره بطنه، فجعل يهوي بيده لبطنه ويقول: والله ما هو إلا ما ترى حتى يوسع الله على الناس.